استكمالا لما تم الحديث عنه في الوحدات السابقة في مادة أساسيات ريادة الأعمال، سيتم الحديث اليوم عن الوحدة الثامنة التي ستتطرق إلى تجسيد المشروع الريادي. في هذه الوحدة سيتم التحدث عن أولا مسار ريادة الأعمال، اثنين مفهوم الأداء وقياس الأداء وتحسينه، ثلاثة المؤشرات وبطاقة الأداء وقيادة المشروع الريادي. إن تنفيذ المشروع الريادي على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة منه يتطلب تمكين الرياديين من تعميق معارفهم المتعلقة بالأدوات والمناهج المستعملة حاليا في القطاع الصناعي مثلا والخدماتي فيما يخص مجال قياس وتحسين الأداء، من أجل أن يكونوا قادرين على تحديد مراكز الأداء الأساسية في المنظمة، وأن يكونوا قادرين على فهم منطق الأداء أثناء العمل، وأن يكونوا أيضا قادرين على اقتراح وإدخال تحسينات على أداء المنظمة، وأخيرا أن يكونوا قادرين على إجراء تشخيص صناعي وتنظيمي فيما يخص منظماتهم. يحتوي مسار ريادة الأعمال على عدد من المراحل. المرحلة الأولى هي فكرة المشروع أو البروجكت ايديا. في هذه المرحلة يتم وضع سيناريو أولي للمشروع يحدد فيه القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه والعمل فيه، مع تحديد نوع المنتج أو الخدمة التي ستقدم. من المعارف والمهارات اللي تساعدك في وضع فكرة المشروع هو مدخل إلى ريادة الأعمال، سيوضح أنواع المشاريع الريادية وطريقة صياغة وإيجاد أفكار لمشروع ريادي معين، ومدخل إلى طريقة إنشاء المؤسسات وإدارتك للابتكار. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وهي من المشروع إلى نموذج العمل From Project to Business Model. وفي هذه المرحلة تكون القدرة على إعداد نموذج عمل والذي يشرح كيفية حصول المشروع على أرباحه والتميز على المشاريع الأخرى الموجودة في السوق. من المعارف المهمة والمهارات في هذه المرحلة التحليل الاستراتيجي وبحوث التسويق ونماذج الأعمال. المرحلة التالية هي من نموذج العمل إلى خطة العمل، وكما تم التطرق إليه في الفصول السابقة فإن نموذج العمل هو أقل تفصيلا من خطة العمل. وفي هذه المرحلة يتم إعداد خطة عملية تفصيلية من حيث الحصول على مصادر التمويل والتنظيم التقني ووضع التقديرات السنوية لكل الأنشطة داخل هذا المشروع. من المعارف المهمة والمهارات التي تساعد في هذه المرحلة هي طريقة تمويل المشاريع الناشئة، دراسة الجدوى والموازنات التقديرية. المرحلة الأخيرة هي تنفيذ المشروع. في هذه المرحلة يتم الحصول على المهارات اللازمة لبداية المشروع وطرق التفاوض. من المعارف المهمة والمهارات تعلم إدارة الموارد البشرية، أدوات الجودة وإدارة التفاوض والعلاقات، إدارة التسويقية وتطوير المبيعات والإدارة الرشيقة.